26 خلطة من اختياركم رح تتنافس ضد بعض بدوري المتابعين، فخلونا نشوف مين حيفوز. بداية مع عمر مع اللهيب النفاث ضد شادو والبرق المشع أو المسيطر. الجولة الأولى 1-0 للهيب النفاث، طبعا البصلة 3 نقاط أول بتأهل. جولة ثانية ضربات قوية 1-1 تعادل. طبعا عمر طلب انه نخلي البلبل معه بعكس اتجاه دوران الخصم، فحاليا هو يساري. على فكرة بس 2 من المتابعين طلبوا انه يكون عكس دوران الخصم. هاي الخلطة وخلطة مع لهيب السوبر كينج، وبتشبه الخلطة اللي فازت بالدوري الماضي بس لا مختلفة شوي لانه صار في اختلاف بالقطع. 2-1 لخلطة شادو. قد تكون الجولة الاخيرة. حط لايك واشترك بالقناة وفعل الجرس، تابعني على سناب شات انستغرام تيك توك، رابط كله بصندوق الوصف. على فكرة اعلنت عن هذا الدوري على الانستغرام الستوريز عشان فقط المتابعين الحقيقيين يختاروا قطع، وحتى ما صورت بلابل لانهم بيعرفوا شو عندي بلابل فاط، يعني اللي يختاروا بلابل هم فعليا الناس بيعرفوا شو في عندي بلابل وبتابعوني بكل مكان. نقطة للهيب 2-2. مين حيحسم المباراة؟ على فكرة الخلطتين حلوين واصحاب الخلطات كمان انا بحبهم، صحبي معهم كويس والتقيت معهم بالحقيقة، كان يجوا على بطولة ديبات الأردن، فعن جد يعني أنا بتمنى الفوز للي بيستحق أكثر. ما بعرف مين فاز، أظن إنها تعادل، صدقوني معيوني ما لحقت أشوف. اسمع صدقوني إني ما بعرف، يعني ممكن أنتوا بين عندكم على الفيديو بتعيدوه بالتصوير البطيء، بس أنا مع عيوني ووقت تصوير الفيديو عن جد مش قادر أعرف. يعني بنفس الوقت اللي هي اختلت وزنه وهداك كان بلف أو مش عم بلف مش عارف. هيا عم يصير اشي بشبه الجولة هذيك. ومبروك لعمر وانا اسف لشادو، معلش. الجولة الثانية عندنا كمان عمر بس طبعا لاعب مختلف مش نفس الشخص ضد احمد بالشرير الخطير الاخير. اخيل السوبر كينج، يلا خلينا نشوف مين حيفوز. اوه ضربة قوية 2-0 للاخير. الجولة الثانية نتمنى انها ما تكون الاخيرة وللاسف. مبروك لعمر وحظا اوفر لاحمد. هلا بتحكي انه لؤي غشاش عم بفوز اسمائهم عمر. مش مهم، اوكي. الجولة اللي بعدها عندنا اي ثينك اكرم بالتنين المدمر ضد خلطة اسامة السرحان برضه باللهيب المنتقد مع افضل درايفر. هو اظن فعل الجرس تبع ستوريز انستغرام فاول واحد كتب خلطته لما نزلت بوكس الخلطات. خلطة هجومية وخلطة دفاعية تحملية امتصاصية للطاقة. خلونا نشوف مين حيفوز واتاكد من الاسم لانه اكرم تني مدمر. تمام، والتنين برضه من افضل المتابعين، بعرفهم من زمان من سنين بعرفهم على الانستغرام ويوتيوب وهاي الاشياء والكومنتس. وخلونا نشوف مين حيفوز بالجوله الاولى. نقطه لاسامه. الجوله الثانيه وطبعا انا اخترت البلابل ضد بعض بشكل نوعا ما عشوائي وضبطت اشياء بسيطه على اساس ما تكون النزالات ممله، عرفتوا؟ ما يكونوا كلهم امتصاصيين لانه في عندنا كثير بلابل بقواعد عريضه واتجاهات دوران متعاكسه، فهذا الشيء راح يجنننا. بس حاولت اني اضبطه واتمنى يعني جد التوفيق لجميع اللاعبين. 2-0 لاسامه. الجوله الثالثه اطلقتهم بقوه كبيره التنين. ضربات قويه من تنين مدمر كانت راح تطلعوا برا الحلبه، تنين مدمر سوبر كينج. وعلى فكرة لاحظت في 3 أشخاص استخدموا خلطات بلون بنفسجي. أكرم بالتنين المدمر سوبر كينج، في عندنا كمان أظن آدم مع الوميض البارد، في حدا تاني كمان استخدم كوكب الأشباح. هلا رح تحكوا رح أحكي أسمائهم أكيد بالنزالات الخاصة تبعتهم بس ممكن أنسى شوي هلا فمعلش. ومين حيفوز؟ سوبر كينج ضد رايز، مبروك لأسامة. عيسى بخلطة الجوكر الحكم حيواجه أحمد بخلطة كوكب الأشباح الجميلة. الجولة الأولى سوبر كينج ضد رايز ولكن بيرست فينيش غيرنا النتيجة. أوف خروج خارج الحلبة 2-1. قد تكون الجولة الأخيرة الحاسمة بين هالبلبلين. كوكب الأشباح للأسف تحمله ضعيف وما هيك خسر في بيرست فينيش، مع أنه بنفس الوقت هذا الإشي صار. نعمل جولة إضافية كمان عشان ما حد يزعل. أتوقع هو الجوكر فاز بس خلونا نتأكد. نعم الجوكر يستحق الفوز لأنه عم بيعمل بيرس وأسنان هرقل ضعيفة. مبروك لعيسى وحظا أوفر لأحمد.
احمد علي مع اللهيب رح يواجه كمان شخص اسمه عمر بخلطة الوميض الدينامايت. الجولة الاولى طبعا الاثنين دوران يساري 1-0 للوميض. الجولة الثانية هل اللهيب راح يزحلق ويطير الوميض لحقه من ورا؟ طبعا اكثر اسم متابعين عندي هو عمر فعشان هيك في كثير ناس معهم عمر برضو احمد. هلا نقطة لاحمد فواحد واحد تعادل. الجولة الثالثة لمعرفة النقطة الثانية. اوه نقطة لاحمد مع اللهيب. يلا احمد وعمر. اوه مبروك لاحمد التأهل وحظ اوفر لعمر. اليزن وشجاع السوبر كينج ضد عبد الرحمن يوسف مع براثن السوبر كينج. وهاي من الخلطات اللي حبيتها نفس خلطة كوكب الأشباح. الجولة الأولى غير محسوبة. أوه 1-0 للشجاع. درايفر زحف الضاري على الشجاع بزحف زحف. وعلى فكرة البراثن عليه درايفر تطور كوكب الأشباح كوكب النهاية كمان كثير بزحلق وبضحك فجأة بكون بتحمل بعدين بهجم وبلف وبنجن. بس درايفر كوكب النهاية وكوكب الدينامايت أحسن من درايفر كوكب الأشباح صراحة هو يعني هذاك أكثر واحد سيء. نقطة لبراثن السوبر كينج. الجولة الثانية أو الثالثة. ضربات قوية من الشجاع. على فكرة فريم براثن الوحدة جد كانها بتضوي من جنب رهيب لونها الأخضر والبلبل كله هيك مدور ومكعبل. خلطة البراثن مثل شوكولاتة أبو طربوش بتزبطش أحكي اسمها. نقطة للبراثن 2-0. أوكي أوه رجع شجاع عمل كومباك أخذ نقطة غير محسوبة. مين حيحسم الجولة هاي؟ ونحكي مبروك لا اتوقع البلبل الامتصاصي عبد الرحمن يوسف. يوسف والاخيل نفاث ضد ريان او عمر اختار خلطة السيف. معلش كاتب نفس الاسم ومش عارف اميز انو السيف هذا السيف تيربو ولا سيف الايفولوشن. ولا تنسوا كود الخصم بموقع نون الكي كابيتال 3-1-0. السيف الوهاج والاخيل نفاث. اوكي 1-0 الاخيل نفاث. اوكي اوكي راحت عليك كانت راح تروح عليك. الجولة الثانية اوف 2-0 النتيجة جد غير متوقعة ولكن خلونا نشوف مين حيفوز سيف الوهاج ولا الاخيل النفاث. سيف الوهاج راح فيها. انا بعتذر لخلطة سيف الوهاج لانه كان في له فرصة يفوز. جولة اضافية فقط لاثبات قوة السيف. اتوقع انه بيقدر يعمل بيرس للاخيل فبس عشان ما نظلمه. جولة اضافية يعني. اوبس وتنكست وفاز الاخير. خلاص معناته الاخير بيستحق الفوز احسن عشان هيك اريح ضميري. RIX12 بخلطة لهيب الجزء السابع ضد علي احمد بخلطة اخيل الدينامايت او الجزء السابع بالدوران يساري. الجولة الاولى ضربات قوية اوف وبيرس فينش اخيل اليساري. المشكلة لا درايفر داش. جولة الثانية و 2-0 للهيب. قد تكون الجولة الأخيرة ويكمل اللهيب تبع البيو الجزء السابع بيرست ألتيمت انتصاراته. لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة إذا لساتكم عم تحضروا لهذا الوقت فأنتم متابعين أسطوريين. ومبروك التأهل لخلطة اللهيب. RIX آدم والوميض البارق ضد شخص اسمه سعودي باي بليد مع بلبل العنقاء الزمردية بدرايفر هايبر سفيري. فحطيتها للخلطات الغريبة ضد بعض ونقطة لآدم. جولة الثانية هايبر سفير طبعا كتير خفيف انا اختار حديدة امبراطور الامواج فتوقع هو اكيد بمزح. اول اشي بتعرفوا شو طلب صاحب خلطة العنقاء؟ حكالي درايفر سيف القاطع بس حكيت له ما بركب لانه تكارتمي على لير هازبرو. هو كان شكله عم بيختار هيك اضعف قطع يعني لا يمزح. ف هو متابع برضه رهيب اظن على الانستغرام عندي من فتره. ونقطه للعنقاء اظن 1-1 تعادل. الجوله الثالثه
ادم ولا سعودي بيقلك؟ خلونا نشوف مين حيفوز. انا اخترت اليوزر نيمز على فكره من انستغرام وسالت كثير ناس شو اسمكم عشان اعرف شو احكي، لانه في ناس اسمائهم ارقام واحرف غريبه، فيعني اكيد راح انادي اي بي سي دي اي اف جي مثلا جيمر 11 15 اندرسكور فلافل مثلا هيك اشياء. ف نقطه العقاء زمرديه. اوكي 2-1 الجوله قد تكون الاخيره. الموضوع بفرض ضحك اذا فازت عنقاء الزمرديه. رح يكون البلبل الايفولوشن الوحيد رح يتاهل معنا، انه هو اخر واحد. سيف الوهج ما قدر يتاهل، وايش كمان غير هيك؟ هو اخف واضعف واحد يعني، بس حظه حلو. ايفولوشن ضد رايز، مبروك للسعودي بيبلد. اوكي يحيى مع وميض السوبر كينج رح يواجه وولف جارح الدايناميت. نزال حلو اتوقع. خلونا نشوف مين حيفوز، الدفاع ام الهجوم، او ممكن نحكي التحمل، لانه العنقاء او الجارح المشهور بالقطع اجنحة السلام. وعلى فكرة معلومة، صاحب بلبل اللي اختار خلطة العنقاء الجارح نسي انه اجنحة السلام ما له تشيب، لانه حطلب تشيب من اجنحة السلام. 1-0 لخلطة العنقاء او الجارح المشهور. فهو فعلا كثير مرات واحد ينسى انه بعض البلابل فيها قطع ما بتنفك، او في ناس طلبوا مثلا حديد الدبل زيرو على لير داينامايت، فما بزبط غير لنحط البلبل بالهاي مود اللي هو نرفع الارمر لفوق. فبس هيك للتذكير، معلش الكل بنسى وعادي انا بنسى. ف في قطع مرات مخصصه لبلابل معينه او بطريقه معينه. 2-0 للجارح مسكين ومض سوبر كينج، انا اعتذر لك، بس اتوقع لانه اخر شيء اختار الدرايفر ما كان في درايفرات كويسه ضايله، فعشان هيك ممكن عم بيواجه صعوبه. اتوقع انا اقترحت عليه درايفر شجاع سوبر كينج بس ما رد علي، فهي خليه يشوف النتيجه. معلش عادي يعني مش مشكله. هل وولف رح يفوز يحيى؟ للاسف ومود سوبر كينج درايفره مش مساعده. مبروك لولف مع درايفر منجل الجارح بس نسخه الداش منجل ايفولوشن منجل الصاحق. معن وسيد الرهاب راح يواجه السيف لريان او عمر، برضه نفس الغلط عندي يا بالاسم، انه كاتب السيف مش محدد شو هو تيربو، وهذا مش عارف لمين الشخص. مباراه مولعه، هلا نحسبها هيك حسبه. حديدة سيد سوري لير سيد الرهاب افضل من حديدة لير السيف، بس الدرايفر اللي هي بالحارق افضل اللي هو مع السيف، وحديدة سيد الرهاب اكثر افضل احسن. فنكمل 1-0 رماعن وسيد الرهاب. اوف ضربة قوية لسيد الرهاب، وعلى فكرة في فرق بالوزن لسيد الرهاب. السيف بأقوى اطلاق، اضرب يا سيف. المشكلة حطيت السيف بالوضعين المتوازنة، وللأسف شكله ما عندنا ولا سيف راح يتأهل معنا، لا سيف تيربو ولا سيف ايفولوشن. مبروك لمعن، لا مش اخوي بس متابع عزيز على سناب شات. ابراهيم ولهيبل سوبر كينج مع طلب عكس دوران بحسب الخصم اللي بواجهه ضد الشجاع القمة لأحمد مهند. اخر مباراة لليوم، نقطة للشجاع. اوه شجاع سريع سريع، بس شوي الحديدة صح خربت عليه، بس فادته بهالجولة. 2-0 للشجاع. هل قد تكون الجولة الأخيرة؟ ليش تأخر عن جهاز إطلاق الشجاع؟ الهيبة امتصت الطاقة، ولكن هل راح يكمل بهذا الإشي؟ أحمد ضد إبراهيم، مين حيفوز؟ تعادل، مش عارف اذا اللهيب لف شوي زياده، ولكن في حال مثلا اخذ نقطه حنكمل النزال. اصلا ضيعنا اجنحه الاطلاق، بيرس فينش. مبروك للشجاع، حظا اوفر ابراهيم، ومبروك لاحمد مهند. فبشكركم كلكم على المشاهده.
حظا اوفر لكل الخسرانين، وبرضه جود لك والتوفيق الكامل لجميع الفائزين. يعني الحياة فوز وخسارة، والهاي كلها بطولة ودوري بلابل فقط للتسلية. لا تنسوا تتابعونا على الانستغرام لتعرفوا عن اي دوري متابعين بالمرات الجاي، وانتظروا النصف النهائي والنهائي. بحبكم كثير وبشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.